الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار صفحة 269 تذكر هذا الحديث وتذكره بعدة روايات وبعدة طرق، ولكن أوثق طريق من خلال علم الرواية والدراية أخرجناه عن أبي بصير عليه الرحمة، يذكر في حديث رقم 158 يقول عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل. يتكلم مع أبي بصير برواية طويلة، بحيث أن أبي بصير يقول له: هل في آخر الزمان أنه يكون زمان بلا إمام؟ فيقول، فيرد عنه الإمام الصادق، فيرد عليه الإمام الصادق فيقول: يا أبا بصير، إن الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل. قال: أي أبي بصير، قال: قلت له أي للإمام الصادق: جعلت فداك فأخبرني بما أستبيح إليه. الظاهر أن الأمر قد أقلق أبي بصير، قال تلك الشخصية العملاقة في مدرسة أئمة أهل البيت. فقال: جعلت فداك أخبرني بما أستريح إليه. قال: يا أبا محمد، لأبي بصير، فقال الإمام الصادق: يا أبا محمد، ليس يرى أمة محمد فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم، فإذا انقرض ملكهم أتاح الله برجل منا أهل البيت، وفي رواية منا ثانية: بآخر رجل منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشاة، والله إني لأعرفه باسمه وباسم أبيه، ثم يأتينا من بعده، من بعد هذا الرجل، يقول برجل منا أهل البيت، بآخر رجل منا أهل البيت. تكملة الرواية يقول: والله إني لا أعرفه باسمه وباسم أبيه، ومن بعده ماذا يأتينا؟ ومن بعده يقول: ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين القائد العادل الحافظ لمستودع، يملأها قسطا وعدلا كما ملأ الفجار ظلما وجورا. أي إن من بعد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تعطي هذه الرواية صفات الإمام الحجة بن الحسن، وهو الذي يمسك بزمام مقوة الشيعة ومقوة أئمة أهل البيت من بعد ذلك الرجل التي ذكرته الروايات إنه آخر رجل منا أهل البيت، أو أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا، فيؤتينا من بعده، فيأتينا من بعده الغليظ القصر، ونحن نعي ونعلم كما قرأنا في موسوعة السيد الشهيد أن أوصاف الإمام تكون غليظ وقصر ذو خال وشامتين، مشرئب بحمرة، ملحج البطن، أذية للفخذين، غائر العينين، وما شاكل هذه الصفات التي موجودة في قضية الإمام الحجة بن الحسن. والغريب في هذه الرواية إن الرواية تقول: أتاح الله لرجل منا أهل البيت. عندما نأتي إلى القرآن نجد أن آية الله السيد محمد حسين الطباطوائي يذكر، يقول: لا توجد في القرآن آية واحدة إنا أعطيناك إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنا أعطيناك الكوثر. وعلى مستوى الحديث لا يوجد حديث يتكلم به إمام من أئمة أهل البيت على إن فلان منا إلا في حق سلمان المحمدي، بحيث إنه خرجت روايات كثيرة تقول وتشير على إن سلمان منا أهل البيت. يوجد هذه الرواية وتوجد في القرآن إن أعطيناك في حق رسول الله، وهذه الرواية في حق سلمان، وهذه الرواية في شخصية اليماني، أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت. واضح؟ ونحن قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون ماذا؟ يقول إنه اشتقت لأصحابي، فيحتج عليه أبي ذر وسلمان وعمار: ألسنا بأصحابك؟ يقول: لا والله، أصحابي في آخر الزمان حيث آمنوا بي بحبر على ورق، لم يشاهدونني ولم يشاهدوا المعاجز، لأن سلمان وأبو ذر وعمار شاهدوا رسول الله، شاهدوا كيف أنه شق القمر، كيف أن عندما كان يمشي أن النخيل كانت تسجد وتتطع له، وكيف أن الحجر كان يسبح بيده الكريمة، وكيف أنه كان مظلولا بسحابة لا تلاح الشمس، شاهدوها. وإنما في آخر الزمان يأتون أناس لم يشاهدوا رسول الله، لم يشاهدوا أمير المؤمنين، لم يشاهدوا
الإمام الحجة بن الحسن ويؤمنون بحبر على ورق. يقول رسول الله أولئك أصحابي أصحاب اليقين. فإذا قسنا أن سلمان منا أهل البيت واليماني منا برجل منا أهل البيت ويكون المتأخر أفضل من المتقدم، فالرواية تريد أن تشير على أن اليماني له منزلة أقوى حتى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الحركة التي سوف تكون من معدنها الأصلي، من حركتها الأصلية، إنه ماذا؟ تكون موحدة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وصفت في روايات أئمة أهل البيت إنه آخر رجل منا أهل البيت، آخر رجل مصلح منا أهل البيت. فلذلك الروايات والآراء في ذلك الأمر تشير إشارة كاملة، تقول إذا كان اليماني برجل منا أهل البيت وهو سر مستودع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل نجد أنه يؤسس القاعدة للإمام، حيث الرواية التي سوف نقرأها بعد قليل تقول ماذا؟ وليس في الرايات راية أهدى من اليماني. سبب هدايته ماذا؟ سبب إلنا رايته راية هدى. لماذا؟ لأنه يدعو إلى صاحبكم، يدعو إلى الإمام، يؤسس للإمام، يبلور للإمام، يهيئ القاعدة للإمام. سبب هدايته إنه مع الإمام وهي الإمام. فلذلك الأعم بالأغلب يقول لعله فعلا إنه يعرف الإمام ويلتقي من الإمام، بل إن سبب هدايته كما يذكر الشيخ علي الكوراني يقول إن سبب هدايتي على راية الخراساني، وتفضيله من خلال رواة أئمة أهل البيت على راية الخراساني من خلال هذه الخصلة، وهو إنه يتخذ ويستنشق الأحكام الشرعية والأحكام السياسية والحركية مباشرة من الإمام. فإذا هو يعي ويعلم الإمام ويعرف الإمام ويتحرك بالإمام، وتأتينا روايات كثيرة هكذا تقول. يسأل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونفس السؤال يسأل الإمام الصادق، يقال له أن الإمام نحن نعي ونعلم أنه يتحرك بين الناس بخفاء عنوان، أما يكون مستوحشا؟ بطبيعة الحال هو إمام معصوم مفترض طاعة، وبالتالي له أحاسيس ومشاعر حاله حالنا. يقول ألا يستوحش أنه يعيش بمفرده؟ فيقول ليس بالثلاثين من وحشه، في كل جيل جيل يوجد بين شرق الأرض ومغربها أينما تولوا يوجد 30 شخص، 30 إنسان يعرفون الإمام بسمته وحقيقته، يعرفونه أنه هو هذا بنفسه بلحمه وبدمه، أنه الإمام الحجة بن الحسن. ولا نبعد بطبيعة الحال أن يكون واقعا أن يكون ماذا؟ أن يكون اليماني شخصية منهم.